مرحبا بكم في قناة عبد سبور ديزاد. في تصريح غريب ومستفز لمدرب نادي نانت والمنتخب الفرنسي سابقا ريمون دومينيك بخصوص رغبة نادي نانت التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري عدم الناس لاعب نادي نابولي المعار مؤخرا إلى نادي كروتونيا الإيطالي، حيث صرح المدرب الفرنسي قائلا: لقد عرض علي لاعب لا أعرفه ولا أعرف من أين أتى ولا أعرف مستواه، صراحة أنا لست بحاجة لخدمات اللاعب آدم الناس. وتأتي هذه التصريحات من قبل المدرب الفرنسي بعد الصراع الكبير بين إدارة نادي كروتوني ونادي نانت الفرنسي في آخر ساعات الميركاتو الشتوي الحالي، حيث أكدت صحيفة سكاي سبور الإيطالية بأن نادي نانت حاول خطف الموهبة الجزائرية من نادي كروتوني، إلا أن اللاعب الجزائري كان قد أعطى موافقته لإدارة نادي كروتوني ورفض العودة في كلامه ليتم إمضاؤه بعد ذلك في النادي الإيطالي، وهو ما أثار غضب المدرب الفرنسي خاصة وأن نادي كروتوني يحتل المركز الأخير في الدوري الإيطالي. وشيء الأكيد بأن المدرب الفرنسي دومينيك يعرف جيدا اللاعب آدم الناس، خاصة وأن هذا الأخير لعب فيما سبق بالدوري الفرنسي وتحديدا مع نادي بوردو وكذلك نادي نيس، بالإضافة لكون اللاعب آدم الناس لاعب دولي في صفوف المنتخب الجزائري، إلا أن تصريحات المدرب الفرنسي نابعة من غضبه الشديد بعد رفض اللاعب آدم الناس اللعب في صفوف نادي نون، وهو ما جعل المدرب الفرنسي يدلي بتصريحاته الغريبة والمستفزة في آن واحد. سلام.